السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم حكيمة العاصمة، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم يعني راني جبت لكم واحد الوصفه تاع ناس زمان، يعني طبق عاصمي، كي نقول لكم عاصمي 100%، يعني كما راكم تشوفوا انا اليوم حضرت، يعني راني حنوجد معكم يعني الكرافس. كما تعرفوا الكرافس يعني غني طبق، يعني كاين ناس ما يتقبلوش وكاين ناس اللي يعرفوه ناس زمان. هاد الكرافس كيما راكم تشوفوني حنوجدو يعني مرقة بيضة بالدجاج، ونوريكم يعني كيفاش بعد ما غسلتو. عندو الكرافس واحد الخيوط يعني ديما نحوهم، انا هادو ديما يعني بعد ما نقيه ونواسيه ديما نكبطلو هادوك الخيوط. وشوفوا يعني الكرافس ديما كيما راكم تشوفو خواتاتي، ما نديروش هاد الورق، وهاد الورق يعني نحتفظو بيهم نديروهم يعني في لي سوب، ما نقولكم في شربة يعني، وندير يعني ديبوكي هكا تاع الكرافس ونوريكم يعني باش يعني حنحضروا. انا هنا وجدت الدجاج، وانتوما يعني ولا حبيتوا ديروا اللحم يعني ننصحكم، يعني اللحم تاع الغنمي يطيب لنا بالبزاف في هذا الطبق تاع اليوم. وانا هنا وجدت بصله يعني كبيره، يعني البصل لازم نديروا له، هو اللي يعني يواسي لنا المرقه تاعنا، يعني باش يجينا المرقه ماشي طافيه، تجينا شويه عاقده. وعندي يعني الحميصه راني غليتها يعني في الاخر نرميها. وعندنا التوابل حاجه غير يعني كيما نقولوا ماشي كبيره، فلفل الكحل، وراني حندير العود تاع القرفه وشويه سكنجبير والملح والزيت. ودوك نبداو يعني بطريقتي كيفاش راني حنوجد هاد المرقه تاعو، وتشوفوني حتى في الاخر ان شاء الله. انا حين نبدا يعني اول شيء راني حنديرو نسبق الدجاج. انا قلت لكم عندي البلون، بسم الله، وناخدو هنا الزيت، عندي ربع مغارف تاع الزيت، يعني ما قولوش يعني الزيت بزاف، لا لا، يعني حاجه غير قليله، يعني على خاطر هاد المرقه تاعو ما ينسبش تجينا طافيه. ونحطو الدجاج تاعنا يتشمر. شوفوا انا الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا يعني راني نقلي فيه، بسم الله. دوك نديرو هذاك البصل، يعني لازم من البصل يعني تكون قدكم الكمية تاع البصل، يعني في الطبق لازم تكون كبيرة باش المرقة تاعنا تجينا يعني ماشي طافية. شوفوا حنا يعني البصل تاعي كيفاش راهو يتجمر. انا ندير هذاك العود يعني تاع القرفة وسكنجبير وفلفل الكحل، ما نكتروش، علاه ما نكتروش؟ باش المرقة يعني ما تجينيش كحلة. علاش انا درت تمام القرفة، ما حبيتش يعني ندير تاع الغبرة باش يعني المرقة ما تجيناش يعني مرقة كحلة وتسمط لنا الطبق تاعنا. وخلو البصل تاعنا يتجمر. وبالنسبه للملح انا مازال ما درت، يعني ما يزبش نديرو يعني كميه كبيره، نخافوا يعني ديما الملح، ولا رحنا درنا يعني ملحنا على الطبق تاعنا يعني ما قدروش يعني يروح لنا المسوسي الداوى. والملح يعني كي يكون طبق مالح بزاف يعني راح لنا الطبق تاعنا. شوفوا احنا رانا يعني جمرنا كاع هذاك البصل تاعي. دوك انا هاد الكرافس بسم الله نقولكم على اللي حابه نديرو. علاش الكرافس راني حابه نديرو؟ مازال ما يعني ما نبدا نمرق، على خاطر الكرافس يشد الماء، خليه يزيد يتجمر باش نمرق يعني على الطبق تاعي. شوفوا يعني يعني كيما نقول لكم علاش انا راني جمرت تمام الكرافس تاعي وتلق الماء. شوفوا يعني مازال ني با ما مرقتش، وشوفوا كيفاش تلق الماء تاعو. دوك انا راني حنمرق، بسم الله، نمرقو في الماء سخون، يعني ندير تمريقة على مرة تحت اليدين كيما راكو تشوفو. أنا هنا درت تحت اليدين، ها من اليدين يعني درنا تحت اليدين، ونقصولو ونخلو الطبق تاعنا. وبالنسبة خواتاتي الحميصة، أنا الحميصة مازال شوية باش نرميها، يعني مغلية كي بقى شوية يدخل الدجاج يعني طياب، والكرافس نرمي الحميصة تاعي. شوفوا انا دوكا راني حندير الحميصه تاعي، يعني شوفوا بدا يطيب لي، بسم الله، وخلوه يعني يزيد يكمل طياب تاعو. ونوريكم هالطبق حاضر على طبق التقديم ان شاء الله.
الطبق تاع نهار اليوم اللي حضرته معاكم كرفس مرقة بيضة، وزدنا درنا له رشة تاع المعدنوس ورافقناه بالقارص، وشوفوا يعني ما جاناش ماهي بزاف، يعني المرقة تاعو عاقدة صدقوني. يعني هاد الطبق حنا كنا نحضروه في دارنا، كانت الأم تاع ربي يرحمها نديروه من في شهر رمضان، وحنا رانا مقبلين إن شاء الله على شهر رمضان الكريم. إن شاء الله ننصحكم تحضروه، وفيه فوائد كبيرة الكرافس. واخواتاتي هذه هي يعني طريقتي، راكو شفتوني كاع كيفاش حضرتو، وما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في صحتكم، وما تنساونيش يعني بالمشاركه باش نقدر نواصل معاكم، ونتلاقاو غير في الخير ان شاء الله وفي امان الله.